بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم، متاخره شويه بس مليار مبروك لفريق نهضه بركان. انا ما عرفتش اساسا ان الماتش اتلعب غير بعد الماتش ما خلص بخمس ست ساعات، فقررت ان انا اخش اتفرج على الملخص. لما شفت الملخص للامانه يعني حمزه الحمياني حارس مرمى نهضه بركان كان مان اوف ذا ماتش بالنسبه لي في المباراه وفي الاكسترا تايم وفي ضربات الجزاء. حمزه الحمياني قدم مباراه كان يستحق ان هو يكون عنصر حاسم جدا فيها، والحمد لله كان عنصر حاسم جدا فيها عن طريق تصدي ضربة الجزاء التانية. وبرضو للأمانة فرقة السيد فلورن إيبنجي قدمت مباراة كويسة جوه الملعب، وذهنيا كانوا مميزين جدا. انك تجيب هدف فاول اكسترا تايم وبعد كده تلبس هدف في نهاية الشوط التاني في الاكسترا تايم، الموضوع بيبقى صعب جدا بالنسبة لك انك تعرف تحضر الفريق لضربات الجزاء، لان اللعيبة بيجي لهم حتة ان المباراة مش جاينا. اللي هو الماتش كان جاينا كنا خلصنا 1-0 الماتش، انما انت بتتعادل 1-1 في اللحظات الاخيرة وتخش ضربات الجزاء وكل واحد بيلعب وبيلعب وحط كور حلوة قوي. يعني ضربات الجزاء للامانة لعيبة نهضة بركان حطهم حلوة قوي. ضربات الجزاء بتوع نهضة بركان كانوا يدرسوا للأمانة في الأعصاب وفي قوة الشخصية. فنهضة بركان تم تحضيره كويس جدا عن طريق فلوران إيبنجي لضربات الجزاء، وشكلها كده عزيزي لو عايز تاخد بطولة في أفريقيا هات مدرب أفريقي. الأهلي مع موسيماني ماشيين بيها الله أكبر، راجل ماشي على المية حرفيا. والناحيه الثانيه فريق نهضه بركان مع فلورن ايبنجي بيقدر ان هو يتوج بالبطوله. البطوله الثانيه نهضه بركان ككونفدراليه. نهضه بركان لو حبيت تحطه كده في مقارنه مع حد فحطه في حته مقارنه مع تشيبيليه. للامانه هو نهضه بركان بيحب جدا موضوع الكونفدراليه ده. الكونفدراليه ده بالنسبه له عشق حضرتك، غير ان المفروض يعني ان هو بعد ما كسب الكونفدراليه المفروض ان هو يلعب دوري ابطال افريقيا السنه الجايه. ده المفروض يعني، بس احنا عندنا ما لناش دعوه بالكلام ده. هم كده كده حتى لو يلعب دوري ابطال افريقيا هيحب يروح للكونفدراليه ثاني. حتتهم يا باشا بيعرفوا يلعبوا فيها وبيعرفوا ان هم ياخدوا البطوله. مش مهم بقى ياخدوا دوري ابطال، المهم ان هم ياخدوا بطوله كونفدراليه. وبعدين دوري ابطال عجبني جدا حمزه الحمياني للامانه طول المباراه، وعجبني جدا الفيديو اللي شفته بتاع ملخص المباراه وفيديو ضربات الجزاء. فالف مليار مبروك لفريق نهضه بركان، مليون مبروك لكل جماهير المغرب. بلاش كل جماهير المغرب دي عشان واسعه شويه، معنى شمول شويه. الف مليار مبروك لفريق نهضه بركان وجمهوره على ركب الكونفدراليه. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش الفيديو فعزيزي ما ينفعش ان انا اقول لك ان انا بتمنى التوفيق للوداد في نهائي دوري ابطال. وانا مشجع اهلاوي اساسا، هبقى منافق عزيزي وانت ما تحبنيش ان انا اكون منافق عشان تعمل لايك او سبسكرايب، عيب عليك يا برو. مليون مبروك لفريق السيد فلورن ايبنجي للمره 500 على تتويج بدوري ابطال كاس كونفدراليه او بطوله الكونفدراليه يا عم.